بس اقفل. هو السؤال طبعا طرحه المشاهد هو اللي خليه فتح المحور هذا، بس ما تشوف معاي محمد انه عشان ما نكون متحاملين على اللاعب، الفتره الاخيره في تغير للافضل في تصرفات اللاعب وتعامله مع النادي. خليني اصحح معلومه عند الزميل عبد الله حينما ذكر انه ما في محاسبه للاعب واستدل في مباراه الفيصلي. بالعكس، مباراه الفيصلي كانت عقاب للاعب ولم تكن عدم محاسبة، بمعنى أنه اللاعب حينما سوى شوشرة معينة في معسكر الفريق كان اتخاذ القرار من الجهاز الفني والإداري أنه ممنوع من اللعب في مباراة الفيصلي. بس المعلومة السارية أنه اللاعب هو من اعتذر عن المباراة. لا 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 لا، هذا المعلومة السارية أنه اللاعب هو من اعتذر عن المباراة حتى لو كان عقاب. هل العقاب اجي القى اللاعب جالس بجانب رئيس النادي؟ هذا هو العقاب؟ اجل العقاب، العقاب وش مثلا اطقه ولا اسوي؟ لا ما اطقه، بس ما اكرم اجلس بجانب رئيس النادي. في لائحه داخليه عبد الله حبيبي، في لائحه داخليه تنفذ بكل هدوء وبكل راحه. وهنا الاداره، هنا الاداره، يعني في احيانا بعض الادارات عشان تكسب الجمهور أو كذا تجيها أنه سوينا كذا وفعلنا كذا. وفي إدارات، وهذا النهج اللي قاعدة تصير عليه إدارة نادي النصر بقيادة مسلم، يسوون أشياء بدليل. أنا أمثل لك دليل، أنت تعرف أنه سلطان الغنام موقعين معاه قبل مباراة تراكتور؟ متى أعلنوا؟ أعلنوا البارح. يعني شوف كم المسافة، ما هو ضروري. بمعنى يعني إيش ليه تأخروا؟ بمعنى أنه إدارة ما تخضع للعواطف ولا تخضع لردات الفعل، وإن سوينا وإن عملنا وإنه. أنا متأكد في بعض الإدارات لو وقع اليوم على طول طلع الخبر. طيب ما جاوبت.